السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشرحوا طريقة تحديث أونلاين غير بالصور لأجهزة الإيكولينج برافو. ثلاثة ديال أنواع ديال الأجهزة: الإيكولينج برافو ميني، والإيكولينج برافو بيج، والإيكولينج برافو ماكس. طريقة شرح كيفية تمرير التحديث أونلاين بأجهزة برافو بيج، برافو ميني، برافو ماكس. كالعادة كتمشي تزير ريموت، كتضغط على موني، كتعطيك القائمة الرئيسية. بعد ذلك كتمشي لهاديك اللي في الأعلى الوسط، سيتينغ بمعنى الإعدادات. بعد ذلك كتعطيك واحد الاختيارات، هاد الاختيارات نتايا كتضغط على أوبغراد باينيت، يعني التحديث أونلاين اللي هي الخانة الثالثة. كتضغط على أوكي، كتعطيك هاد يعني الخانة أخرى، كتختار هاديك آل، هاديك الآل يعني هي الكل. بعد ذلك كتهبط للأسفل في كاين ستار، كتضغط أوكي. ديما كتخدم بزر ريموت يعني أوكي. بعد ذلك هنا ملاحظة هامة، احرص على ألا يتم فصل الكهرباء عن الجهاز. بعد ذلك غادي تنتقل لمرحلة ديال التحديث أونلاين، تنتظر قليل ثم سيعيد الجهاز تشغيل نفسه. مبروك عليك، تم تحديث جهاز بنجاح. المهم قضية الخطرة سهلة وبسيطة، وهذه كتنطبق على جميع الأجهزة ديال إيكولينج برافو. وهذا ما كان الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.